سيادة المستشار، كرجل جاء من المؤسسة الدبلوماسية المصرية العظيمة والعريقة، يعني شفت بلاد وعواصم ومدن قد كده، وكأيضا متحدثا باسم الحكومة المصرية باسم مجلس الوزراء، هل هذا إجراء متعارف عليه في الدنيا ولا احنا اخترعناه؟ اطلاقا يا فندم، يعني كما ذكرت حضرتك هو العديد من الدول الكبرى تتبع نفس النمط من الإدارة والتشغيل. القطاع الخاص يتولى إدارة وتشغيل المطارات وفقا لضوابط تضعها الدولة، والهدف كما ذكرناه هو حسن تقديم الخدمة أو تحسين الخدمة، وهذا الأمر مطبق في العديد من الدول الكبرى. بل أنا بإمكاني أن أقول لحضرتك أنه هناك بالفعل دول عربية شقيقة تطبق هذا الأمر منذ سنوات. صحيح. فبالتالي مصر لم تبتدع هذا الأمر، هذا الأمر هو مطبق، لا يوجد إطلاقا بيع للمطارات، وإنما هو مجرد تشغيل وإدارة المطارات من قبل شركات من القطاع الخاص لديها الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأمور. عظيم جدا.